محمد الخامس بن تونس محملا بكأس السوبر الإفريقية بعد فوزه على الترجي التونسي. المغرب الفاسي كان في انتظاره جمع كبير من المناصرين الذين خصوه باستقبال حار مصحوبين بمشجعي أندية أخرى من الدار البيضاء، وذلك من أجل استقبال الأبطال والكأس الغالية التي فاز بها المغرب الفاسي لأول مرة في تاريخه. كان هني المغاربة كلهم على هذه المحبة الصادقة والنبع من القلب القلب وعلى الحفاوة ديال الاستقبال، وأظن بأنه هذه الفرحة اللي دخلنا في قلوب المغاربة ما كتساوي أي ثمن. كنحمد الله ونشكر أنني يعني كنت واجد ضمن هذه المجموعة هذه المجموعة الحمد لله اللي يعني حققت هذه الألقاب اللي صغير قبل الكبير، وحنا فرحانين جميعا، والشي الجماهير ديال فاس كلها جات لهنا، مرحبا.